أهلا بكم وموجز أخبار الخميس 17 فبراير 2022، نبدأها من مصر. الرئيس السيسي ورئيس المجلس الأوروبي توافقان على دعم التسوية السياسية في ليبيا. ملك بلجيكا يشيد بالدور المصري في تحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية. World Economy، الكشف البترولي الجديد بمنطقة خليج السويس المصرية بمخزونات متوقعة تبلغ 100 مليون برميل. تقرير لرويترز وأسوشيتد بريس، مصر طبقت برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية أدى إلى رفع سعر الدعم عن الوقود والكهرباء وتحرير صرف الدولار. رسميا، الحكومة تدرس تحريك الأسعار في رغيف الخبز، ورئيس الوزراء الرغيف المدعوم يسبب كلفة كبيرة على الدولة. الحكومة المصرية تقدم عروضا مغرية للمنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة. متحدث الحكومة المصرية، التغيرات المناخية أثرت على المحاصيل وقللت الإنتاج. شيخ الأزهر يؤكد أهمية إحياء حق المرأة في ثروة زوجها التي ساهمت في تنميتها تحت بند حق الكد والسعاية. تأييد الحكم بالحبس 3 أشهر على الإعلامي المصري توفيق عكاشة في الدعوى المقامة ضده عن نفقة قدرها 180 ألف جنيه. الأقصر، والرئيس الفرنسي ساركوزي يصل الأقصر لقضاء عطلة مع عائلته. ليفربول يشيد بالملك المصري محمد صلاح بعد الفوز على إنتر ميلان بالثنائية. الأرصاد، فرص سقوط الأمطار مساء الجمعة حتى صباح الأحد وتصل إلى السيول في البحر الأحمر. إلى جولة شرق أوسطية. السعودية، أرامكو السعودية تتوقع اتفاقية لتوريد الخام مع شركة بتروكيماويات مصرية. المملكة تدرس تطبيق نظام 4 أيام عمل أسبوعيا و3 أيام راحة. الإمارات، شركة دراجون أويل الإماراتية تعلن تفاصيل الكشف البترولي الجديد في مصر. إلى الكويت، إعلان استقالة وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي والداخلية أحمد منصور. الكويت، العابرون جنسيا، المحكمة الدستورية في الكويت تقضي بعالم الدستورية المادة التي تجرم التشبه بالجنس الآخر. إلى العراق، إحباط لمحاولة تفجير برجين لنقل الكهرباء في صلاح الدين. اليمن، اتفاق مبدئي لنقل حمولة الناقلة صافر المهجورة قبالة ميناء الحديدة. اليمن يحذر من استمرار تلاعب الحوثيين بالورقة الإنسانية لابتزاز المجتمع الدولي. الأراضي المحتلة، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس يصرح بقاء إسرائيل أقوى دولة بالشرق الأوسط هو سبيل السلام. تل أبيب، قلقون من تهاون الإسرائيليين الذين بقوا في أوكرانيا. الاحتلال يبحث توسيع التعاون العسكري مع اليونان وقبرص كرصيد استراتيجي. إلى الأردن، الاتحاد الأوروبي يعتبر شهادة لقاح كورونا الأردنية مكافئة لشهادة الصحية الأوروبية. وكالة الأنباء السورية، الجيش الإسرائيلي يستهدف بعض النقاط جنوب دمشق بصواريخ أرض أرض. وزير خارجية سوريا يبحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات ذات الصلة بالأوضاع السورية. إلى لبنان، الجيش اللبناني إحالة مواطن سوري للقضاء لانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي. الرئيس اللبناني، استراتيجية التحول الرقمي هي الممر الإلزامي لمكافحة الفساد. إلى السودان، مقتل 10 وإصابة العشرات في حادث سير مأساوي في منطقة بارا في ولاية شمال كردفان. إلى الصومال، حركة الشباب تهاجم مراكز الشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو. ليبيا، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد تعيين فتح باشاغا ويصف الإجراء بأنه غير سليم. شركة إني تعلن موعد استئناف تدفق الغاز الليبي إلى إيطاليا اعتبارا من اليوم 17 فبراير. العاصمة الليبية طرابلس تشهد أول مسابقة من نوعها لاختيار ملكة جمال الدجاج. تونس تبدأ محادثات رسمية مع صندوق النقد الدولي وسط ضغوطات خارجية. البنك الدولي مستعدون لدعم وزارة العدل التونسية بوضع نظام متكامل لمواجهة تعثر القروض. الجزائر أول دولة خارج أوروبا تقر منحة إعانة للعاطلين عن العمل. إلى المغرب، حيث أمر ملك المغرب الحكومة باتخاذ تدابير لمواجهة آثار الجفاف. إلى جولة أوروبية نبدأها بمستجدات الصراع الروسي الغربي. موسكو قررت طرد نائب السفير الأمريكي في روسيا.
الولايات المتحدة تلقت ردا من موسكو على مقترحاتها حول الضمانات الأمنية. وزير الخارجية الأمريكي يلغي جولة خارجية للمشاركة اليوم في جلسة مجلس الأمن الطارئة التي ستعقد بطلب روسي. سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة تقول إن روسيا تتجه إلى غزو وشيك لأوكرانيا. وزير الدفاع الأمريكي يحذر من استفزاز الروسي بعد تقارير مقلقة حول قصف في أوكرانيا. روسيا تنشر 7000 جندي إضافي على حدودها مع أوكرانيا، 5000 جندي أمريكي إلى بولندا. نستكمل الجولة أيضا بعناوين: روسيا تعلن انتهاء مناورات عسكرية في شبه جزيرة القرم وسحب جزء من قواتها، وأمين عام الناتو: لم نلحظ أي علامات على خفض تصعيد من الجانب الروسي. الرئيس الأوكراني زيلينسكي: لم نرى أي انسحاب لقوات روسية على الحدود. أوكرانيا: خاطبنا مجلس الأمن لبحث دعوة الدوما للرئيس الروسي بوتين للاعتراف بجمهورية دونيتسك. أوكرانيا: مسؤول أوكراني يتهم روسيا بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت بلاده. البنتاغون: سلاح الجو الروسي اعترض 3 طائرات استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط الأسبوع الماضي. الخارجية الأمريكية تعلن هناك أكثر من 150,000 جندي روسي حاليا على حدود أوكرانيا. واشنطن تقر بوجود مسؤولين أمريكيين في السعودية لبحث ملف الطاقة. والبيت الأبيض: بايدن سيطلب ميزانية للدفاع الأمريكية للعام المقبل بقيمة تتجاوز 770 مليار دولار. جمعية الألعاب الأمريكية: صناعة القمار في أمريكا تحقق 53 مليار دولار في 2021. كندا: ارتفاع التضخم في كندا إلى 5.1% وهو أعلى مستوى منذ عام 1991. والخارجية الروسية تنتقد امتدادات الأسلحة لكييف قائلة: الشعب الأوكراني سيدفع ثمن هذه الخردة. الرئاسة الروسية: بوتين تلقى دعوة مجلس الدوما للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. روسيا: لافروف يؤكد لشاووش أوغلو على أن التصرفات الغربية التي تؤدي لعسكرة أوكرانيا غير مقبولة. بريطانيا تحقق في منح سعودي وساما من جمعية تابعة للأمير تشارلز مقابل أموال. وفرنسا: إعلان مرتقب لانسحاب القوات الفرنسية من مالي بعد 9 سنوات من التدخل العسكري. إلى فيينا: الاتفاق النووي الإيراني. الوفد الصيني في مفاوضات فيينا يصرح: نقف على بعد قدم واحد من الاتفاق النهائي. تركيا: نواصل دعم حل دولتين وتحسين الظروف الفلسطينيين. إلى أسبانيا: المدعي العام الإسباني يحقق في 68 حالة اغتصاب للأطفال في كنيسة. هونغ كونغ: موجة من إصابات كورونا تضرب هونغ كونغ والمرضى ينامون خارج المستشفيات. الهند تعلن تفشي فيروس إنفلونزا طيور شديد العدوى شمال شرقي البلاد. إلى أفغانستان: سقوط طفل أفغاني في بئر عميق بطول 31 مترا وجهود كبيرة لإنقاذه. كانت هذه جولة سريعة في أبرز الأخبار من مصر والشرق الأوسط والعالم. أراها عليكم رضا شويخي. نلتقيكم في نشراتنا المقبلة. في أمان الله.